وأهدافك موجودة على ضفة نهر أخرى. تريد أن تصل لهذه الأحلام والأهداف، يجب أن تقفز على تلك الحجرات الموجودة في داخل النهر، تقفز من حجرة لحجرة، من حجرة لحجرة، من حجرة لحجرة، حتى تصل إلى ضفة النهر الأخرى. لا تنتظر أن تقفز مثل السوبرمان إلى ضفة النهر الأخرى. لذلك أنا باستمرار أعطي مثال لكل الأشخاص اللي يشتغلوا معي، أقول من منكم يستطيع أن يأكل بقرة كاملة؟ الكل يقول ما هذا، كيف أكل بقرة كاملة؟ أقول له أنا أستطيع أن أكل بقرة كاملة على سنة. يعني إذا قسمت الأهداف الكبيرة إلى أهداف بسيطة وأصبحت انتصارات صغيرة، مجموع الانتصارات الصغيرة سيجعلني أصل الانتصار كبير. أنا انتصاراتي الصغيرة لما تجتمع معا ستجمع هذه السلسلة وهذه العنقود حتى أصل بها إلى انتصار كبير. أروع شيء، أروع شيء هو أنك تحقق الانتصار الكبير من الانتصارات الصغيرة، لأنه سيكون انتصار ثابت، انتصار له أساسات، انتصار مبني على أسس قوية وعلى أسس قويمة.